السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، منهج التربية الفنية ومراجعة عامة على التربية الفنية، وموجود مجموعة من الأسئلة على التربية الفنية في آخر الفيديو، تابعونا مع بعض. هنا طبعا بتعرف على الفن الشعبي، هو فن تلقائي يتميز بالبساطة ويمارسه عامة الناس، اللي هو زي الرسومات اللي احنا بنعملها في الشوارع، الفوانيس والحاجات اللي المتعارف عليها. خصائص بتاعته بيرسم بالفطرة بدون أي قيود، زي اللي هي عروس المولد والأساطير والحاجات زي دي. استلهم الأعمال بتاعة الفن الشعبي من القصص بتاعة الحواديت بتاعة زيد الهلال وعنترة بن شداد وقيس وليلى. يحب الجمال ويزخرف كل ما تقع عليه عينه. انت لما بتيجي ترسم او تعمل حاجة بتبص، لكن عمال ان انت ايه تحرتب فيها كده او تعمل اشكال جمالية. هنا طبعا يستخدم ادوات بسيطة، معظم الحاجات اللي انت بتستخدمها بتكون حاجات بسيطة صغيرة والكلام من ده. يحكي ما يراه بيكون عبارة عن الحاجات الطبيعية زي الاشجار والطيور والحيوانات. هي الوحدات الزخرفية في الفن الشعبي. عمل الزخرفة رمزية تعبر عن معتقدات المتوارثة من الاجيال، منها العين وشكل الكف والسمكة والجمل والحصان والنخلة والعروسة وفوانيس رمضان والحاجات دي كلها. طيب ايه الفن الشعبي في سيناء؟ طبعا بيظهر بشكل اكبر في اللي هو الزي النسائي، اللي هو بيكون موجود عليه الزخارف والالوان الجميله والاشكال الايه الخيوط الملونه والخرز وكلام من ده، وفي اللبس برضو بتاع الايه الرجال، بس هو في اللبس النساء بيظهر بشكل ايه اكبر. الحلي الشعبي اللي هو بيكون بيلبسه طبعا النساء، طبعا في الريف بيكون ايه الحلي تجيل او يعني واخد شكل كده مميز، بعكس الحضر او المدن بيكون حياة ايه رقيقة او كلام من ده. تمام كده. مظاهر بتاعة الفن الشعبي بيظهر في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، طبعا العروسة والحصان الحلاوة والمراكب والكلام ده كله. في رمضان بيظهر في شكل صناعة الايه الفوانيس والزجاج الملون اللي هو مرسوم عليه وحاجات ده كلها، والمفروشات طبعا والوسائد والكلام ده كله. الفن القبطي ظهر بداية أو تبلورت شخصيته من بداية القرن الخامس الميلادي، وأصبح له رموزه المسيحية وطابعه الخاص المتميز. الأنواع بتاعته أو تنوع إلى الحفر على الحجر، طبعا بطريقة البارز والغائر للتعبير عن إيه ما يريده من إيه الرسام، طبعا سواء كان رسم دمية أو حيوانات أو طيور أو أوراق العنب. الأخشاب طبعا اشتغلوا زي ما كانت الفراعنه بيشتغلوا، واستخدموا الخشب المحركة الجميز والنخل في العصر اللي هم استخدموهم في العصر ايه الفرعوني. النسيج طبعا زي اللي احنا عاملينه في الخلفيه، طبعا بلغ نسبه الاتقان العاليه في عصر الفراعنه، وحتى الوقت الحالي يعتبر احنا متميزين جدا في صناعه الايه النسيج. والفرعون كان بيصدر الى روما وبيزنطه، وانتشرت الصناعه في الوجه الايه البحري، والمنسوجات كان بيتعمل يدوي طبعا الاول دوك عدد فيه ايه حاجه تانية. المعادن استخدم الفنان القبطي المعادن في صناعه المباخر بتاعه البخور والمسارج والقناديل والصلبان والمكاحل والامشاط وغيرها من الحاجات اللي استخدمت فيها الاشكال الجماليه. وطبعا استخدم برضو معاها منتجات الجلد والزجاج والخزف. الفخار طبعا نظر لتوفر مادة الفخار، فكانت معظم الألوان المزخرفة بشكل تمثل الحيوانات والطيور، طبعا احنا قلنا اللي هي ايه عبارة عن الحاجات الموجودة في اللي حواليه، ونبات الكروم أو العنب وغيرها من الأشكال الرمزية. طيب ايه هي أيقونات الموجودة في الفن القبطي؟ اشتهر بالأيقونات اللي هي اللوحات المصنوعة من الخشب المرسوم عليها صورة الجسين والرهبان والملونة بالأكاسيد الطبيعية، وتثقل وتثبت بالرسوم بالايه بزلال البيض. هو الفريسك في الفن القبطي كان يغطون قباب وجدران الكنائس والهياكل بطبقة من الطمي او الجص، ثم يزينوها بالايه بالرسوم والالوان الجميلة كده عشان تدي ايه شكل جمالي افضل. دي تمت بايه طريقة التلوين اللي هي الالوان اللي كانت تنحط على الطمي والجص، تمت بالطريقة اللي هو الايه الفريسك. طيب ايه هي الوحدات الزخرفية في الفن القبطي؟ طبعا صور في النسيج وغيره من الفنون مثل الأصيص متفرع من النباتات على الجانبين في التماثل، والشجرة الحياة والخيول والكباش والفرسان والرهبان والرقصات والملائكة والأشكال اللي مرسومة والديوك والحمام والأسماك والكلاب. طيب هنا طبعا مجموعة من الأسئلة هيت بناء على اللي احنا سجلينه من شوية.
هنا طبعا مفاهيم الالوان الاساسيه، الالوان الاساسيه في اي حاجه، حتى في جهاز كمبيوتر في اي حاجه، هما 3: الاحمر والازرق والايه والاصفر. طبعا من خلالها بنبدا نعمل ايه بالدمج الالوان ديت مع بعضها، بتولد الالوان ايه التانية. الالوان الثنائيه اللي هي اذا لونين اصليين بنسب متساويه تعمل لون تالت اللي هو الاخضر والبنفسجي والبرتقالي. طيب عندي الالوان احمر وازرق بيساوي ايه بنفسجي، اصفر وازرق بيديني الاخضر، احمر مع اصفر بيديني البرتقالي. في عندي نوعين من الالوان، اما تكون الوان ساخنه او تكون الالوان بارده. ايه هي الالوان الساخنه؟ اللي هي الالوان المبهجه او البهيه او الايه الزهره، اللون الاحمر والاصفر والبرتقالي، والاقسامات دي لانها باللون النار والدم وهي مصادر ايه الدم. طيب عندي هنا الالوان البارده اللي هي الالوان الازرق والاخضر والبنفسجي، سميت بارده ليه؟ لان تتفق مع لون السماء والماء وهما مبعث الايه البروده. دي كانت النار عشان كده كانت دافيه، ده البروده فكان خدنا الايه من الماء والايه والسماء. طيب هنا الالوان المحايده اللي هي مش بتتضمد، اللي هي اللون الابيض واللون الايه الاسود، والرماديات اللي هي اصلا عباره عن ايه المزيج من الابيض والاسود. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس لتصنف منه كل جديد. بالتوفيق يا شباب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.